أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة، مكملين معاكم بدنيا يا دنيا. وخبر للنقاش اليوم رح نحكي كيف ممكن نحكي لأطفالنا ونفهمهم أكثر ونوعيهم أكثر بما يخص فيروس كورونا. شو الأخبار هيثم؟ طبعا هناك نصائح يعني غادة من منظمة الصحة العالمية. أكيد نحن في ظل هذه الظروف في إشي كثير مهم أنه نحن ناخد الأخبار من المصادر الموثوقة، لأنه في مثل هذه الظروف كثير بيكون في شائعات. أنا مبارح وصلني صورة يعني معمولة فوتوشوب من رؤية، تمام، يعني مش من رؤية، معمولة فوتوشوب على رؤية بعدد إصابات 100 وشوي بالكورونا. كان خاطئ جدا، يعني أنا كنت شايف متابع أخبارنا على رؤية أول بأول كنت عم بشوف عدد الحالات، كنت عم بفكر يعني هذا الشخص اللي أخذ هذا المجهود لحتى أنه يعمل صورة ويفبرك صورة كاذبة ليه؟ عن عدد الحالات ويعليها، ليش؟ طبعا من هو هذا الشخص وشو الهدف؟ هل هو العبث؟ هل هو المزح؟ هل هو في عنده أجندات معينة؟ هل هو مريض نفسيا؟ هل هو عنده أسباب مثلا نفسية معينة أو أسباب حقيقية معينة لإثارة الهلع والفزع عند الناس ويخوف الناس؟ شو السبب؟ فبتستغرب إنه في مثل هذه الحالات، حالات الطوارئ، بتكثر الإشاعات، فبتلاقي الإشاعات موجودة بكل مكان وأشياء منها بتخوف. وغير الإشاعات بتكثر أصل أيضا الأخبار، وبتكثر خليني أحكي لك الفتاوى بالأشياء. كل صح. واحد بصير يحكي لك سوي كذا وسوي كذا، ما تحكي للأولاد الصغار هيك، احكي لهم هيك، خبوهم، ما تحكي لهم ولا إشي، لا احكوا لهم، خوفوهم. في بعض الأشخاص بخوفوا أطفالهم، نعم، بخوفوا أطفالهم بالشرطي، وبخوفوا أطفالهم بالوحش، وبخوفوا أطفالهم بالبعبع وأبو أجر مسلوخة وكل إشي. عمليات تخويف وترهيب الأطفال، الأطفال بتعرف قديش بتأثر على نفسية الأطفال وقديش طبعاً بخوف أطفالهم. شباب بيحكوا لي عبد الله خليفة، لا يا جماعة نخاف منه. فالفكرة إنه ناخد الأخبار من المصادر الموثوقة. منظمة الصحة العالمية عندها مجموعة نصائح، شو رأيك نحكي فيهم؟ هلا النصيحة الأولى هي عدم الخوف من مناقشة الأمر مع أطفالك، وهذا كتير إشي مهم. نعم. إحنا مش بزمن مقدر نخبي على أطفالنا، طبعا هذه الثقافة تغيرت كتير. اليوم الطفل هو موجود معاه السمارت فون أو التاب أو الكمبيوتر، كل هذه التفاصيل. فإذا اليوم إحنا لازم نعرف كيف عم توصل له. نعم. المعلومة. زميلتنا دانا أبو خضر مثلا قالت لنا كيف جابت جيا وعملت معاها تجربة الفلفل لما تحط الصابونة، فهذه مثلا طريقة معينة ممكن إنه إحنا نفرجي أولادنا كيف بنتشر الفيروس، وبنفس الوقت كيف ممكن إحنا نحاربه بالنظافة، وكيف إحنا ممكن نحاربه إنه دائما نحافظ على نظافتنا وما نمسك الأسطح نعم خصوصا رح يشوفوا غادة، عارفين طبعا الأطفال رح يسألوا ليش بابا، ليش الناس لابسين كمامات، ليش لابسين جلوفز، ليش لابسين، ليش هي عم تصرف هاي الطريقه، ليش انتم معطلين. طبعا. وبعدين كمان المنظمه عم بتقول بالنصيحه الثانيه هيثم عدم التحدث عن الاخبار المخيفه زي ما انت كنت عم بتقول. نعم. اللي تثير الذعر، يعني ما رح نكسب احنا لو اولادنا صاروا خايفين وقاعدين بالزوايا ومش عارفين شو بدهم يعملوا. طبعا. يعني فهذا كمان امر كتير مهم، كيف احنا او ايش هو الطريقه النقاش اللي ممكن نناقش فيها اولادنا ونحكي، يعني نقول انه احنا عم نعمل هذا الحكي عشان ما نمرض، لانه ما رح نمرض طول ما احنا محافظين على نظافتنا، طول ما احنا محافظين انه ما نطلع برا البيت، طول ما احنا محافظين انه نغسل ايدينا. كمان اللي بدي اقول لكم اياه كمان فعوري زميلنا العزيز، هلأ كمان شوي رح نستقبل اتصالاتكم عشان نشوف كمان تجربتكم انتو مع أطفالكم وإيش هي النصائح اللي اليوم بعد يعني هذه الفترة اللي احنا قاعدينها بالبيت. نعم. اكيد صار في عندهم بعض التجارب اللي ممكن يتشاركوا. نعم. فيها معنا. نعم. النصيحة الثالثة من منظمة الصحة العالمية انك تمنح الاطفال فرصة للسؤال وفرصة ايضا لإجابة هذه الاسئلة، لانه الاطفال بطبيعة الحال رح يتساءلوا ورح يسألوا، فما تمنعهم من السؤال ايضا، انه ما تحكي في هذا الموضوع، ما تسأل عن هذا الموضوع، هذا الموضوع فقط للكبار، كذا كذا كذا. امنح أطفالك الفرصة لحتى أنهم يسألوا، وأيضا نحن عم نمنح الجميع الفرصة يشاركوا معنا في دنيا ويحكوا لنا عن تجربتهم بشكل عام من خلال المشاركة عبر الهاتف على هذا البرنامج، وأرقام الهواتف عم تظهر أسفل الشاشة. شاركونا تجاربكم، خصوصا تجاربكم مع الأطفال في ظل هذه الطوارئ. وأيضا النصيحة الرابعة غادة، ضع أطفالك في دائرة الأفكار. شو نعم. رأيك؟
يعني أنا كنت أسألك هيثم شغلة كتير مهمة، إنه قديه الواحد كمان نصيحة منك قديه مهم يضل يمارس الرياضة طبعاً. ربما كعائلة كمان ليس طبعاً. فقط كفرد خلال وجودهم بالبيت، مش لازم نروح على الجيم 100%. كل النوادي الرياضية مغلقة نعم. بطبيعة الحال الروح المعنوية مهمة جدا غادة في مثل هذه الظروف، إنه الروح المعنوية للعائلة كلها تكون مرتفعة، والروح المعنوية بترتفع نعم الروح المعنوية بشكل عام بترتفع من خلال ممارسة الرياضة، من خلال سماع الموسيقى، من خلال ممارسة أنشطة محببة داخل المنزل، تنظيف المنزل. أنا لفتني تعقيب شفته على الفيسبوك كتير هيك لطيف بحكي نعم. رجاء حدا يفهم أمهاتنا أنه هو عازل منزلي مش تعزيل منزلي. الله يخلي لنا إياهم ويحفظهم ويخليهم فوق روسنا يعطيهم ألف عافية، ولكن أيضا فرصة هو التنظيف والتعقيم أي أيضا مهم جدا. بجوز في معنى اتصال غير. نعم في معنى اتصال من رهف. صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. أهلا وسهلا، تفضلي حبيبتي، كيف الأخبار؟ تمام الحمد لله. كيف عم بتقضوا هذا الوقت بالبيت ستي؟ تمام الحمد لله، جبنا الأغراض بس اللي بتلزمنا خلال هالفترة، يعني ما جبنا كثير أغراض لأنها مفتوحة الأسواق. حلو حلو. طب إيش من المشاهدات السلبية شفتيها رهف خلال هالفترة؟ صراحة الناس لما راحت على السوق إنه راحت جمعت كلها مع بعض، إنه هو اللي صار إنه هي العشر أيام مثلا ما يصير تجمعات. صح. فعادي إنه روح على السوبر ماركت اللي جنب بيتك، جيب اللي بيلزمك وارجع، عشان أنت يعني تحمي حالك وتحمي غيرك. نعم نعم 100%. شكرا رهف، وايضا دعوه للاشخاص لعدم التجمع وعدم التهافت على الاسواق بشكل كبير، لانه السوق مفتوحه وبامكانكم دائما انه جلب الاغراض اللازمه يعني بالتدريج وشوي شوي. كمان معنا اتصال ايضا ست هدى. صباح الخير. صباح الخير، كيف حالك؟ اهلا وسهلا. هلا، كويسين الحمد لله، كيفكم انتو؟ الحمد لله هدى حبيبتي. انتو كم شخص في المنزل؟ كم شخص العائله؟ احنا ست افراد. الله يحميكم، كيف عم تتعاملوا مع هذه الامور والاجواء؟ والله هينا مضبوبين، هسه الاولاد نايمين والامور الحمد لله يعني تمام. الحمد لله. في نوع من النشاطات اللي عم بتقوموا فيها بالمنزل بتخليهم يعزلوا؟ لا والله لا، الحمد لله الامور تمام، والله نسال الله العفو والعافيه للجميع يا رب ان شاء الله. انا سالت الست رهف قبلك. عندي تفضلي. عندي اقتراح، يعني هو في انه حكوا انه المولات لازم تسكر. المولات نعم، بس هو احنا شايفينها مسكره وشايفين اكتظاظ وشايفين الناس قاعدين بيمسكوا السلع وبتثقفوا وبيقرأوا. نعم يعني هو ليش ما المولات تتسكر؟ نعم هو ست هدى، هو صدر قرار بتسكير المولات، ولكن مع الابقاء على اماكن السوبر ماركت او اماكن التموين وايضا والله الصيدليات. والله احنا مش شايفين شيء مسكر، فمعظم الجنوبيه نعم مفتوحه، واللي يعني الضرر لما يطلع هذول المواطنين راح يلحق الكل. نعم ست هدى، يعني لا ضرر ولا ضرار. نعم يعني احنا عمالنا بنشوف المولات مليانه، عمالهم بيمسكوا بالبضاعه وكانهم اول مره بيشوفوها وبقراوا وبيثقفوا. طب هلا لو انت بدك شيء تخطف الواحد بخطف فرضه اللي محتاجه. نعم فانا بقترح انه تتسكر المولات فعليا، وانه يعتمدوا الناس على الدكاكين خاطف الشغله، نخطف نعم. فرضنا خطف. نعم. من اي منطقه ست هدى عم تحكينا؟ حضرتك متواجده باي منطقه؟ ما احنا بعمان مركز الجنوبيه. اوكي نعم نعم. ست هدى يعني نحن من الاخبار اللي عم نشوفها انه امانه عمان عم تغلق كثير من المحلات الغير ملتزمه، وبامكانك دائما انه تحكي مع الجهات المعنيه اذا عندك اي شكوى ضد اي مكان. نحن دائما بنحاول انه نودي الرسائل الإيجابية لكل الأشخاص. لما قررت الحكومة إغلاق القطاع الخاص هي خلص قررت إغلاق القطاع الخاص. لا هي يجب أن تكون شكوى ست هدى بعتقد. طبعاً طبعاً، وإحنا دائماً بنقول يعني في دائماً أرقام خاصة للتواصل مع الجهات المعنية زي ما حكينا، سواء الطوارئ أو الدفاع المدني أو حماية المستهلك، لحتى نبلغ. إحنا اليوم كلنا مسؤولين عن حماية وطننا طبعاً. كلنا مسؤولين عن حماية أنفسنا والآخر.
فيعني لازم دائما يكون في على طول نبادر ونحكي تليفون طبعاً. اذا حسينا انه في اي نوع من انواع المخالفات. وايضا غاده كمان الالتزام الشخصي والعائلي، يعني نحن اذا كان في مجموعه من الاشخاص ما عم بيلتزموا نحن نلتزم طبعاً. يعني كل عائله تلتزم، كل شخص مسؤول في عائلته هو يلتزم بابقاء عائلته داخل المنزل، وبالتالي نحن بنخفف قد ما قدرنا بنخفف. رح ناخذ ايضا اتصال ثاني. رهف كمان، رهف وايضا من عمان. صباح الخير. الو. اهلا. مرحبا. مرحبتين، كيف حالك؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. تفضلي رهف حبيبتي، كيف اخبارك؟ تمام والله كويسين. كيف القعده بالبيت؟ والله يعني ممله شوي. ايش عم تعملي نشاطات؟ والله قاعده بالبيت بس، يعني في نشاطات يعني بالبيت. طيب او يعني عندك اطفال رهف الله يخلي لك اياهم؟ انا عندي مداخله. تفضلي. انت عم تحكوا عن الاطفال اللي مثل عمرهم واعي، طب اللي عندهم حادثين الولاده شو بالنسبه لهم؟ حادثي الولاده عاده يعني قد ايه اعمارهم؟ لانه حادثي الولاده عاده بياكلوا بيناموا بيصحوا يعني بيلعبوا يعني شوي. انا احكي عن طفل مثلا عنده 4 اشهر، طب هذا الطفل عنده 4 اشهر وعنده تطعيم لازم يروح عليهم، طب شو كيف نحميهم حنا؟ شو يعني احكوا لنا عن حديثين الولاد، اغلب حكيكم عن الاطفال الكبار، طب حديثين الولاد شو بالنسبه لهم؟ نعم نعم ست رهف، يعني مداخلتك واضحة جدا. نحن كنا عم نحكي عن طريقة إخبار الأطفال عن موضوع الفيروس وعن طرق الوقاية، ولكن أيضا مداخلتك واضحة جدا. في كل يعني نشرات رؤية وفي كل البرامج بشكل عام عم نشوف نشرات توعوية عن الموضوع الوقاية من الأمراض. أكيد طفل حديث الولادة 4 أشهر هو مسؤولية والدته أو مسؤولية والده أو مسؤولية أهله الموجودين في العائلة، فهي مسؤولية الأشخاص هذول لتعقيم المنزل وأيضا عدم السماح لأي أشخاص غرباء بالوصول مثلا. نعم. لهذا الطفل، منع التقبيل، منع الحضن هذا الطفل، منع الزوار إنهم يفوتوا على البيت. في أيضا كثير ممارسات ممكن إنها تكون موجودة، فنحن يجب أيضا إنه متابعة. نعم. الأخبار الصحية والطبية وأخذ الأخبار غادة مش مني، يعني من الطبيب المختص. صحيح. متابعة الأطباء المختصين لحتى نعرف الطرق الجيدة للوقاية. ورهف كانت عم بتقول انه يعني هدول الاطفال اللي عمرهم 4 اشهر او اكثر محتاجين لمطاعيم معينة، طبعا فيك تتواصلي مع دكتور طفلك وهو رح يقول لك على الطريقة المناسبة في هذا الوقت لحتى لاخذ المطاعيم، سواء الحضور الى العيادة باوقات معينة. نعم. او سواء حضور الدكتور الى المنزل، فما في داعي للهلع وما في داعي للقلق. هو الاشي الوحيد اللي احنا دائما بنقوله انه دائما خذوا المعلومة الصحيحة من أهلها، من أهل يعني أطباء، من المختص، من أطباء، من وزرائنا، من كل هالتصريحات، من المواقع المثبتة واللي متأكدين من مصداقيتها. معانا كمان أم يزن. أم يزن كيفك حبيبتي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبتي يسعدك، الله يسعد صباحك. تفضلي أم يزن، سمعنا عندك مداخلة كيف تتحدث مع أطفالك. صراحة أنا اللي شايفته أنه الأطفال الأهل متوترين ومعصبين وعندهم هلع، فهذا بنعكس كله على الطفل، فالطفل الأهل لازم يهدوا ويروقوا أنه هذا أمر عابر وأمر حيروح ويزول، فيحكوا لأطفالهم عادي أنه هذا مرض، أنه هاي جرثومة، كيف يعلموهم النظافة، يفرجوهم البرامج التعليمية بارك الله في وزارة التربية، ويخلوا الأمر عادي وخلوا يومهم كأنهم بالمدارس ويوم عادي يعني. فأنا شايف الأمر أول إشي الأهل هم اللي متوترين، فهذا بنعكس كله على الطفل. أنا تيتا يعني شايف الأهل هم المهلوعين وهم اللي خايفين وهم ضايجين، وهذا الطفل بيأثر على نفسيته وعلى طبيعته وعلى كل شيء. صحيح. نعم. أم يزن، أنا دائما بقول لما يكون جداتنا الله يخليكم دائما على رأس أولادكم وعائلاتكم، يعني دائما الجد والجدة هن اللي بريحوا الأهل وبريحوا الأولاد، وهن اللي بيقدروا يتعاملوا بشكل ربما مرتاح أكثر وبكونوا مسترخيين أكثر وهن بقدموا المعلومة. فشكرا جزيلا أم يزن، والله يخلي لك أحفادك وأولادك ستي. شكرا كثير. شكرا. شكرا حبيبتي. شكرا. عم نشوف كاميراتنا. نعم. الخارجية الآن. نعم 100%. يعني دائما يعني نحن نحكي الدور الأكبر على الأهالي والمسؤولين وأرباب العائلات على هذا الموضوع، موضوع الهدوء
وموضوع التصرف بحكمة، ولكن مش كلنا يعني ظروف مختلفة، مش كلنا بنقدر نتصرف بحكمة في كل المواقف. فمشان هيك بنحكي، خلينا نحكي نتابع النشرات ونتابع الأخبار من المصادر الموثوقة دائما، سواء القنوات اللي نحن بنثق فيها، سواء المصادر المسؤولة، سواء المواقع الإلكترونية المسؤولة. وأنا يعني بحب أحكي موضوع كتير مهم عم بنحكى دائما، الابتعاد عن الشائعات والاستماع لكل ما هو يعني صادر من أي شخص كان. نعم. وأيضا رسائل الواتساب والتصريحات اللي على الفيسبوك اللي بنشوفها من أشخاص، الناس بتعبر عن رأيها الشخصي أو عن أفكارها، مش بالضرورة هذا الموضوع صح، مش بالضرورة موجود، مش بالضرورة حقيقي. يعني أنا شخصيا شفت كثير أشياء أنا متأكد 100% وبعرف إنها مش حقيقية. رح نأخذ كمان اتصال. السيد أبو يزن، صباح الخير، أهلا وسهلا سيدي. طيب انقطع الاتصال، اذا مكملين فقرات. في شغله بتعرف هيثم، بدي احكي لك شغله، يعني عم بقولوا قاعدين ما عم نعمل إشي او ما عم نعمل مع اولادنا إشي. يعني احنا في كتير اشياء ما عندنا وقت عاده نعملها، في كتير تنظيم ربما لخططنا لافكارنا. احنا زمان ما مسكنا كتاب قرانا، زمان ما طلعنا على بعض الأفلام المهمة اللي ممكن كمان نفيد أهلنا فيها ونفيد. نعم. يعني أولادنا فيها ونطلعهم عليها، فأظن هذا وقت مناسب. وهلا رح نحكي بجوز كمان عن ممارسة الرياضة. غادة، في كمان السيد أبو يزن هيو رجع الاتصال. صباح الخير أستاذ أبو يزن. صباح الورد، أهلا وسهلا فيك، تفضل. الله يسعد صباحك. صباح الفل. والله أنا أول إشي بدي صبي عليك وأشكركم على البرنامج الحلو واللطيف تبعكم. من ذوقك سيدي، شكرا. تسلم تسلم، الله يكرمك. والله في موضوع يعني خاص ناطق عن برنامجكم. في حج جارة إنا ساكنة. نعم. والكهرباء مقطوعة عليها ولحالها ساكنة في هالبيت. نعم. يعني الكل بده يفزع لها. والله يعني حكينا مع شركة الكهرباء مبارح إنهم يجوا يوصلوا لها الكهرباء وكذا، يا أخي ما تجاوبوا معنا ومن داره. يعني مرة لحالها معها مرض الغدة ومعها القلب ومعها أمراض. نعم. ثانية. شكرا. يعني هاي والله بدها فزعة. نعم، شكرا جزيلا أبو يزن على هذا الاتصال، مع أنه شركة الكهرباء أعلنت بشكل رسمي أنها لن تقطع الكهرباء عن أي منزل، وستؤجل الفواتير وكمان قطاعات اقتصادية معينة رح تأخذ الفاتورة بالأقساط. خليك معنا تحت الهواء لو سمحت سيد أبو يزن. هاي الشباب المعدين رح يأخذوا رقمك. نعم. ويحاولوا يوصلوك لأي جهاز مسؤول عن هذا الموضوع أو أي أشخاص مسؤولين عن هذا الموضوع. أنا متأكد برنامجنا يعني بيشوفوا الكثيرين، وكثيرين من المسؤولين في شركة الكهرباء الوطنية كانوا عندنا هون في دنيا من وقت قريب. المساعد المدير العام كان موجود عندنا، وكثير من الأشخاص المسؤولين ونواب أيضا مسؤولين عن هذه الملفات. إن شاء الله رسالتك بتوصل، وإن شاء الله المعدين بيقدروا إنهم يساعدوك، وإن شاء الله بنقدر إن نساعد. ناخد كمان اتصال. يلا خلونا ناخد كمان اتصال. وصار في عنا ضغط شوي بالاتصالات، ولكن رح نحاول هيثم. نعم. ناخذ اكبر عدد وقدر من الاتصال. صباح الخير. صباح الخير، اوكي. طيب اذا يا جماعه بنرجع بنحكي، كان واضح وصريح ما حصل البارحه، انه حكوا ما رح يقطعوا كهرباء، ما رح يقطعوا مي، ما رح يقطعوا اتصالات، ما رح يطالبوا باي فواتير. فاي شخص بواجه اي مشكله دائما يجب ان يلجا الى الجهات المختصه. ومعالي الوزيره هاله زواتي قالت وصرحت انه لن يتم قطع التيار الكهربائي او اي شيء عن اي شخص مطالبه بفواتيره، وكمان سمحوا بالتقسيط في بعض الحالات. فبتمنى انه هذه الرساله، رساله ابو يزن وجارته اللي اليوم انقطعت عنها الكهرباء، ان شاء الله ترجع لها الكهرباء وكل شيء يكون تمام. معنا كمان اتصال من سيد احمد. صباح الخير سيد احمد. اهلا، صباح الخير. صباح الورد، اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. الله يعافيك. لو حضرتك توطي التلفزيون تسمعنا فقط من التليفون. يلا هلا، انا بدي اشارك بخصوص ان كيف نوصل المسج لاولادنا. نعم تفضل. بخصوص النظافه، انه لازم نوعيهم، يعني هاي فرصه ان الواحد يكون يعرف انه كيف يعلم ابنه انه
وقاية من أي مرض مش بس كورونا. نعم 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 100% رسالتك وصلت سيد أحمد، شكرا جزيلا على المشاركة. سيد أحمد بحكي أنه إحنا دائما لازم نكون في رسائل توعية لأطفالنا عن موضوع النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض. رح نأخذ آخر اتصال تقريبا في البرنامج. معنا كمان اتصال شباب ولا لا؟ هلو هلو فادي، اهلا يا فادي، تفضل. صباح الخير. الله يسعد صباحكم، كيف حالكم؟ صباح الفل. والله هاي فرصه يعني نشكركم اول شيء على البرنامج الحلو المميز، وهي فرصه ان الواحد يوصل رساله توعيه لاولاده في الايام هاي انه عدم الخروج والنظافه والامور التمام ان شاء الله 100%. سيد فادي، شو اجراءات انت خاصه عملتها في العائله حاليا؟ والله الاجراءات اللي اتخذتها يعني ممنوع الخروج من البيت نهائي. حلو. والنظافه بشكل استمرار وشرب الماء الكثير. والله حلو حلو، برافو. عم نشوف يعني للاسف لسه في شوارعنا وحاراتنا، انا شخصيا بشوف كثير اطفال لسه بيلعبوا مجموعات يعني كره قدم وبسكليتات وهيك اشياء. شو رايك في هاي الظاهره؟ والله انا يعني ضد هاي الظاهره، بس عم تتقلص يعني. امبارح كانت موجوده، اليوم ان شاء الله عم تتقلص. نعم اليوم اليوم عم تتقلص، في صار توعيه عند المواطنين ان شاء الله. نعم. حضرتك من اي منطقه عم تحكي معنا؟ من الجبيهة. والله من الجبيهة. كيف وضع الشوارع في الجبيهة؟ تقريبا شبه فارغة. حلو فارغة. حلو. طب والأسواق والمولات وهيك؟ فاتحة المولات، الأسواق فاتحة، الأسواق الضرورية يعني المواد التمونية. تمام تمام، شكرا جزيلا سيد فادي، شكرا لك. نتمنى الصحة والسلامة لحضرتك وعائلتك ولجميع يعني أعضاء وأفراد العائلة الأردنية الكبيرة.